دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق ثور الصحفيين إلى العمل على تفكيك مفاهيم شعارات الثورة حرية سلام وعدالة وفق الثورة وتبسيطها للجمهور. وأشار خلال مخاطبته الاحتفال بتوزيع جائزة الأستاذ محجوب محمد صالح للصحافة السودانية في نسختها الثانية إلى الدور المحوري للصحافة في فترة ما بعد وقبل الثورة، مذكرا بالظلم والتعسف والمطاردة والسجون التي تعرض لها الصحفيون في عهد النظام السابق وهم يؤدون رسالتهم الوطنية. وأوضح ثور أن ثورة ديسمبر ثورة وعي في المقام الأول، وأوصى الصحفيين بالاهتمام بالتوثيق والدراسة للتجليات الإبداعية التي أبرزها جيل الثورة. هذه التضحيات عندما قدمت وعندما كانت تخرج المواكب بشكل منتظم وتكبر يوميا إلى أن دكت حصون هذه الدكتاتورية البشعة، كان الأفق الأساسي فيها أن هذا الشعب هو شعب واحد، وأن هذا الوطن هو وطن واحد، ويجب أن نبنيه بهذا الأفق. وبالتالي هذه المهمة هي مسؤوليتنا جميعا، ويجب أن نشتغل عليها بالتفكيك بالشرح بالتبسيط بالاستمساك القوي. طيبة لحياة طيبة.